أيام وصل وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في زيارة رسمية، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة، وزيارة لها دلالات كثيرة وأهمها طبعا الوقوف على نتائج الحرب على الحوثيين في إطار التأكيد على العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية، حيث أن البلدين مشتركين في عاصفة الحزم. طبعا هنتكلم عن نتائج زيارة وزير الدفاع السعودي بالقاهرة، وعن أهمية القوى العربية المشتركة وعن دورها في الحفاظ على الأمن العربي وأمن الشعوب العربية، مواجهة الإرهاب والتحديات اللي بتواجه المنطقة العربية كلها. طبعا بيسعدنا يكون ضيفنا السيد العزب الطيب الطاهر، الكاتب الصحفي المختص بالشؤون العربية بجريدة الأهرام. صباح الخير يا فندم. أهلا بك. صباح الخير. أهلا وسهلا. خلينا في البداية نرحب بحضرتك ونحب كمان نعرف من حضرتك كيف ترى الهدف من زيارة وزير الدفاع السعودي إلى مصر؟ أولا هذه الزيارة هي الثانية للأمير محمد بن سلمان، وهو ولي العهد في المملكة العربية السعودية والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أي أنه في تركيبة السلطة في السعودية هو الرجل الثالث. ومن هنا يتجلى بعد مهم في أهمية الرجل وأيضا في أهمية الزيارة. صحيح. هذه الزيارة الثانية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، سواء على مستوى العلاقات بين البلدين، هي صحيح علاقات قوية واستراتيجية منذ فترة طويلة، ولكنها كانت في حاجة إلى المزيد من التأكيد على هذا البعد الاستراتيجي في العلاقات والشراكة. طبعا والشراكة بين القاهرة والرياض. البعد الثاني في الأهمية أنها تأتي وسط تصاعد الأحداث والأزمات الإقليمية. صحيح. في المنطقة العربية، في مقدمتها الوضع في اليمن، خاصة أن البلدين كما ذكرت شريكان في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي وضع هدفا استراتيجيا له وهو استعادة الشرعية في اليمن. البعد الثالث أنها تأتي قبل ربما يعني أقل من شهر من اجتماع وزراء الخارجية والاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب المقرر في القاهرة في هذا الشهر 27 أغسطس للتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة. ومن هنا تتجلى أهمية هذه الزيارة. هناك بعد آخر فرض نفسه على الزيارة عندما شارك الأمير محمد بن سلمان في تخريج الدفعة الأخيرة للقوات للكلية الحربية من ضباط القوات المسلحة، وبما فيهم كان طلاب عرب ومن بينهم طلاب سعوديون. ومن هنا كانت هذه المشاركة بالذات في تخريج هذه الدفعة لها دلالة مهمة أنها توجه رسالة. والرئيس السيسي بنفسه قال أن وجود ومشاركة الأمير محمد بن سلمان تؤشر أن مصر والسعودية في مكانة واحدة، في خندق واحد، يعملان يدا واحدة لمواجهة مختلف التحديات سواء الإقليمية أو المحيطة بالأمن القومي العربي. هاخد من كلام حضرتك يا فندم وعايز أتكلم عن أهمية القوى العربية المشتركة بالنسبة لمصر والدول العربية كلها. لا، في تقديري لو مضت الخطوات التي يتم بها بالفعل الانتهاء من تشكيل هذه القوة، والمتوقع أن يتم التوقيع كما ذكرت على بروتوكول إنشاء هذه القوة في اجتماع مهم لأول مرة يعقد منذ 1985، كان آخر اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب 1985. ومن هنا يعقد وزراء الدفاع والخارجية اجتماعا لإقرار هذه القمة تمهيدا لحالتها إلى القادة العرب. وعندما يتم إقرار هذه القمة ويقرها القادة العرب وتبدأ خطوات التنفيذ، ستكون خطوة نوعية في مسألة ضمان وتأمين الأمن القومي العربي. صحيح. دعنا نكون واضحين، الأمن القومي العربي على مستوى الأمة العربية ككل مكشوف، معرض للاختراق من أي جهة، كما رأينا إيران الآن تخترق 4 عواصم عربية بشكل أو بآخر، سواء عبر مشاركة بقوات أو بميليشيات أو حتى عبر استخدام ما يمكن وصفه بالعنصر المذهبي، أي تعتمد على عناصر تؤمن أو تنتمي المذهب الشيعي تعتبرهم كإسناد لها في هذه المنطقة. هناك بدأت بلبنان حزب الله، ثم العراق بعد سقوط العراق في بعد غزو الأمريكي وصعود العامل الشيعي داخل العراق، أصبحت شيعة العراق
يعتمد على إيران وتعتمد إيران عليهم كورقة ضغط في المنطقة. ثم التدخل الإيراني السافر في إلى جانب النظام بشار أسد في سوريا، وهو نظام يعني أغلبه أغلب مكوناته خاصة العسكرية تنتمي للمذهب الشيعي أو العلويين، وهم فئة من فئات الشيعة. ثم أخيرا الحوثيين في اليمن، ومن هنا تشكيل هذه القوة سيجعل يشكل عنصر ردع للأطراف الخارجية التي تنوي أو تحاول التدخل في الأمن القومي العربي وتهديده. خلينا نفهم كمان لو اتكلمنا بشكل أوضح أهم التحديات الأمنية بالمنطقة اللي بتواجهها القوى العربية المشتركة. بالتأكيد التحدي الأول وربما هو الدافع وراء تشكيلها هو ظهور هذه التنظيمات الإرهابية بشكل بالغ الخطورة. وتكمن ملامح هذه الخطورة في أنه أصبح يحتل أكثر من ثلث العراق، وأقصد به تنظيم داعش يحتل ثلث العراق. تنظيم داعش يحتل الآن أكثر من نصف مساحة سوريا، جزء أجزاء كبيرة من لبنان خاصة على الحدود مع سوريا تخضع لسيطرة داعش أو لتهديده. داعش الآن تهيمن على أجزاء من ليبيا في مناطق عديدة، درنا وسرت وغيرها. داعش تحاول أن تجد لها موطئ قدم في مصر كما رأينا في الفترة الماضية تحت ما يسمى بولاية سيناء. إذن هذه التنظيمات تمثل عنصرا خطيرا، بل هي الآن وفق كثير من المراقبين والمتابعين هي الخطر الأول الآن سواء على الدولة الوطنية داخل نظام الإقليم العربي أو على مجمل الأمن القومي العربي. ومن هنا تشكيل هذه القوة سيساعد الدول التي تتعرض لإرهاب وتهديدات ومخاطر هذه التنظيمات إلى الاستعانة بها لمواجهتها في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. خلينا فعلاً نتكلم كمان عن أهمية الالتزام بالبروتوكول الخاص بالقوى العربية المشتركة وسط كل التحديات اللي بتواجه المنطقة. بروتوكول القوى العربية المشتركة يعني يتضمن الكثير من البنود وأنا اطلعت عليها، لكن من أهمها أن الانضمام لهذا البروتوكول أو لتشكيل هذه القوة هو طوعي اختياري. صحيح. لم يفرض على دولة عربية أن تنضم. هناك دول حتى الآن متحفظة إلى حد كبير، العراق أعلن بوضوح، الجزائر متحفظة على استحياء، وباقي الدول العربية توافق. ثانيا أن الاستعانة بهذه القوة سيكون بطلب رسمي من الدولة التي تحتاج إليها. إذن البروتوكول سيوفر آلية عربية للاستعانة بها في محاولة مكافحة الإرهاب ومواجهة أي تهديد تتعرض له دولة عربية. وأظن أن هناك تجربة سرية في الاتحاد الإفريقي عندما شكلوا قوات حفظ سلام تستعين بها دول كثيرة، الآن يستعين بها الصومال وهناك دول كثيرة تستعين بها، وهناك مشاركات إفريقية في محاربة تنظيم إرهابي في أفريقيا وهو بوكو حرام المنتشر بقوة في نيجيريا والذي تمدد أيضا في دول مجاورة كالنيجر وكتشاد وغيرها. صحيح. فندم حضرتك نرجع مرة تانية لزيارة وزير الدفاع السعودي إلى مصر، ما أهم الملفات التي طرحها من خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ربما أعلن القاهرة صدر في ختام هذه الزيارة حدد هذه الملفات وحدد كيفية التعامل معها. هناك ملف العلاقات الثنائية وهو ملف الأكثر حيوية بين البلدين سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي، والبلدان لديهما اتفاقات مبرمة كثيرة في هذه المجالات، وإعلان القاهرة شدد على أهمية تنفيذ هذه الاتفاقيات حتى تتحقق كما ذكرت لك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وعندما تتحقق هذه الشراكة سيكون بوسع مصر والسعودية أن يشكلها رمانة الميزان في النظام الإقليمي العربي بحيث يحفظ التوازن فيه ويحفظ الاستقرار فيه. هناك أيضا موضوع الاستثمارات السعودية في داخل مصر والاستفادة من الشركات والعمالة المصرية داخل السعودية، وذلك يحدث نوع من التكامل بين البلدين، تكامل اقتصادي وتكامل استثماري، والبلدان يمضيان بقوة في ضوء هذه الزيارة نحو تنفيذ هذه البنود. وبالأمس اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس السيسي وأكد له الالتزام بتنفيذ هذا الإعلان، ومصر لديها
إرادة سياسية لتنفيذ هذا الإعلان، ومن ثم أنا قناعتي أن العلاقات المصرية السعودية بهذه الزيارة وبهذا الإعلان وفي هذا التوقيت تجاوزت ما حاول البعض أن يسوقه في وسائل إعلام وهم من المعادين للعلاقات بين البلدين، أن هناك خلافات بين القاهرة والرياض، ولكن هذه الزيارة وهذا الإعلان حسم هذا الأمر. هناك جانب مهم لما التفت إليه الكثيرون في هذا الإعلان، وهو أن البلدين اتفقا على تحديد الحدود البحرية بين البلدين. كانت هناك في السابق بعض نوع من ده أهميته إيه يا فندم؟ يحدد حدود البحرية بحيث أن كل بلد تعرف حدودها، ومن ثم لا يحدث اختراق سواء من قبل الصيادين من هنا وهناك، أو من قبل السفن، أو من قبل ثم يحدد الاستفادة من الثروات التي يحملها داخل البحر الأحمر في هذه المناطق. هناك ثروات مهمة جدا يمكن الاستفادة بها سواء بالتعاون المشترك أو عبر تنفيذ اتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا السياق. خلينا يا فندم أخيرا، كيف ترى مستقبل المنطقة في ضوء وجود القوى العربية المشتركة؟ إذا تم تنفيذ القوة العربية المشتركة، المنطقة ستمضي نحو بلورة كيان عربي قوي قادر على أن يفرض معادلاته في الإقليم، ولا يسمح لأي اختراقات من قوى خارجية سواء إيران أو تركيا أو إسرائيل. وإسرائيل حتى الآن تلعب بالنظام الإقليمي العربي والعرب، وكان آخرها ما جرى بالأمس عندما قامت قوات الاحتلال والمستوطنين بقتل وحرق ربيع فلسطيني. صحيح. هذه قمة العدوانية. لماذا هم الإسرائيليون أو قطعان الصهاينة يقومون بهذه الأفعال؟ لأنهم يشعرون أن العرب بلا قوة، وعندما بلا قوة العرب وفي نفس الوقت عدم وجود أي دور لمجلس الأمن ولا حقوق الإنسان. كل هذه الأمور ثانوية أنا في تقديري. صحيح. المهم أن يمتلك العرب قوة وإرادة تنفيذ هذه القوة. إسرائيل طوال مدى تاريخها لا تجيد إلا التعامل مع القوة، وعندما في حرب أكتوبر هزمناهم لأننا امتلكنا القوة، ثم فرضنا بعد استخدام القوة العسكرية عليهم الدخول في مفاوضات أنتجت ما تحقق مع ذلك. إذن خيار القوة هو الخيار الوحيد الذي يفرض تحقيق أهدافنا كعرب وكمصر، وهذا هو هذه الحتمية التاريخية. عندما تقرأ التاريخ ستجد أن ما تحقق من إنجازات، ما تحقق من حماية الأمن القومي والوطني هو عبر استخدام القوة وعبر تقوية النظام الإقليمي العربي وتجنب الخلافات. صحيح. السيدة حتى الآن في هذه المرحلة. طيب يا فندم، حضرتك كمان شايف ازاي كيف تستطيع القوى العربية في فترة قصيرة مواجهة الإرهاب والتحديات اللي بتواجه المنطقة؟ عندما تتشكل هذه القوة سيكون بوسع دول عربية، على الأقل 20 دولة عربية ستشارك في هذه القوة، ومن ثم أي دولة عربية تحتاج إلى هذه القوة ستندفع هذه القوات لتشارك قوات هذه الدولة، ومن ثم يمكن محاربة هذه القوة هذه التنظيمات الإرهابية. هذه التنظيمات حتى الآن تلهو وتلعب وتمرح في المنطقة العربية. لماذا؟ لأنه لم يستخدم ضدها قوات برية ما عدا العراق، والعراق يعني قواته ضعيفة وهناك خلافات سياسية وتناقضات، ومن ثم لم تستخدم بشكل المطلوب. وعندما رأينا التحالف الدولي الذي يستخدم فقط العنصر الجوي الغارات الجوية، لكنها لم تثمر ولم تؤدي القضاء على تنظيم داعش أو غيره من التنظيمات، وبالتالي هذه التنظيمات تحتاج إلى مواجهة برية تشكلها. ستكون القوة العربية إن أحسن استخدامها وتوظيفها وعدم الاختلافهم حول بنيتها القيادية وبنيتها اللوجستية، سيمكن بالضرورة وبالتأكيد مواجهة هذه التنظيمات ومحاربتها والقضاء عليها، إلى جانب الوسائل الأخرى، لأن مواجهة الإرهاب لا تكون فقط بالخيار العسكري. هناك خيارات أخرى، هي خيارات ثقافية وعلمية وتعليمية وإعلامية وفكرية نحتاج إليها لمواجهة الإرهاب بالتأكيد وتحدي اللي بيواجه المنطقة. أشكرك يا فندم السيد العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي المختص بالشؤون العربية بجريدة الأهرام. أشكرك يا فندم. وفاصل سريع ونكمل معاكم آخر فقرة معنا في البرنامج. متأسفة جدا عندي برد، وهي عن تصدير منتجات أو الأثاث الدمياطي إلى الخارج. مع أشرف، خليكم معنا.